مخرج الاستاذ وائل فهمي عبد الحميد. مساء الخير يا وائل. مساء الخير، اهلا بيك ومبروك اسرار. ربنا يخليك. عامل صدى حلو جدا في ايقاع، في كاميرا مختلفه، يعني كل اللي يعني مهتمين بالشان الفني ردود افعالهم جيده جدا، والجمهور الحقيقه الحمد لله متشكر جدا. الحمد لله. مهمه صعبه بالنسبه لك ان يبقى معاك ناديه الجندي؟ طبعا، يعني نجمه الجماهير لما اعمل لها مسلسل ده طبعا شرف ليا، وانا اتعاملت مع مدام ناديه قبل كده في الملكه نازلي. ده تاني عمل بينكم الحقيقه. ده تاني عمل. ايه الفرق، ايه الفرق يا وائل بين الملكه نازلي وبين اسرار؟ اسرار مسلسل كله سسبنس طبعا، ومختلف حتى في الكادرات بتاعته وطريقه تصويره، ومختلف اختلاف تام عن الملكه نازلي. الملكه نازلي كانت سيره ذاتيه، وكنا بنحاول ان احنا يعني نوصل للزمن اللي حدث فيه الاحداث دي. لكن الاسرار طبعا مسلسل مودرن مختلف تماما عن نظلي خالص. خلي بالك ان يعني نادر جلال، الراحل نادر جلال، كان هو ملك هذه النوعيه من الاسرار، من الافلام اللي قدمتها. أيوة. ناديه الجندي، يعني خفت؟ أيوة قلقت من التحدي؟ قلقت من المقارنه؟ الاستاذ نادر طبعا عمل لمدام ناديه اقوى الافلام اللي عملتها. صحيح. وطبعا احنا في المسلسل دوت يعني مختلفين، يعني لينا طعم مختلف تماما. المسلسل مش اكشن اكتر ما هو سسبنس. فاحنا اعتمدنا فيه كمان على طريقه مونتاج مختلفه وطريقه كادرات الى حد ما برضو مختلفه. فبتمنى طبعا ان هو يعجب الناس. لا ان شاء الله. لا هو فعلا عاجب الناس. ناديه الجندي بتتدخل في شغلك ولا سايباك؟ يا ريت كل الناس زي مدام ناديه. ازاي بقى؟ هقول لحضرتك، انا في الاول كان كل الناس بتخوفني من مدام ناديه ومن تدخلاتها، وانها ما بتسيبش حاجه. لكن انا لاقي عكس كده تماما، يعني مدام ناديه مش دكتاتوره خالص. و يعني كل مشهد، يعني كل مشهد قبل ما نصوره لازم نقعد مع بعض، ولازم نراجعه، ولازم يعني ممكن نغير بعض الحاجات فيه واحنا يعني قدام الكاميرا. يعني مدام ناديه مستمع جيده، يعني ما بتفرضش حتى يعني رايها عليا او على اي حد في العمل. طيب ده جميل. وانا ده كان حاجه يعني مهمه جدا. وانا طبعا اتمنى ان انا اشتغل مع مدام ناديه على طول. انا ببارك لك. عايزه تقولي له حاجه يا مدام ناديه؟ يا وائل. ايوه. مبروك يا وائل. الله يبارك فيك يا استاذه. مبروك ليك انت. مبروك لينا كلنا. ان شاء الله كده نلتقي في عمل تاني باذن الله، بس قريب بقى. حضر لي ورق حلو جديد.